ماجستير تربية فنية جامعة بغداد 1986، دكتوراه تربية فنية جامعة بغداد 1998، درس في العديد من معاهد وجامعات القطر منها الجامعة المستنصرية وجامعة الكوفة وجامعة بابل منذ العام 1988، ويعد فضيلة الأستاذ كاظم مرشد الدرب حجة في الدراسات التربوية، فليتفضل. العمل الفني هو مجموعة ونظام حسي
قد يكون سمعي أو بصري أو لمسي أو شمي أو تلوث. لكل حاسة من حواسنا فن. هذه الحواس تتوزع قوتها وضعها على البشر بشكل طبيعي. منهم من يمتلك حاسة مرهفة جدا في السمع، هذا يصنع عند السيد هذا يكون موسيقي أو مغني. ومنهم من يمتلك حاسة مرهفة في البصر، فممكن أن يكون أحد الفنانين التشكيليين، جهاز التشكيل تصور جوانب التشكيل المختلفة. ومنهم من يمتلك حاسة التذوق، وذولا تتلقفهم المطاعم الدرجة الأولى في العالم. فقط وظيفته يميز النكهة وما شابه. ومنهم من يمتلك حاسة الشم كذلك، وذولا تبتغيهم مصانع العطور يستطيعون أن يميزون. درجات دقيقة جدا لا يميزها الآخرون في العطور. وهكذا حتى اللمس، والإنسان يستطيع أن يرسل هذا عن طريق هذه الحواس رسائل. فيذكر القرآن الكريم في قصة نبي الله يوسف أن النبي يوسف أرسل رسالة له عن طريق قميصه، اشتم قميصه، فعرف أنه إذا الفن خلق أنظمة حسية سمعية بصرية لمسية ذوقية سمعية يستجيب لها المتلقي مستمتع متع خالص فقط لذاته بغض النظر عن ما تحمله من رسالة. بل أن البعض يرى أن تحميل العمل الفني رسالة يضعف من قيمته كمان. والفنون نوعان، فنون زماني وفنون مكاني. الفن الزماني هو الذي نستقبله عبر الزمن، مثل القطع الموسيقية لا يمكن أن نستمتع بها إلا عبر مراحل وعبر إيقاع معين، وهو المسافات الفضاءات ما بين المنبهات السمعية. والفنون المكانية فنون نستقبلها في زمن واحد، الفنون التشكيلية عامة لوحة ما تحتاج إلى زمن لتلقيها، تلقاها مباشرة، تتلقى يمكن تلقيها بالمكان فقط. رغم أن بعض الباحثين يرى أن العين في تنقلها من عبر الأجزاء تستغرق زمن. لذلك راح نقع في إشكالية مفهوم الإيقاع في الفن المكاني. الإيقاع في الفن الزماني هو تتابع الفضاءات الزمنية، لكن هناك تتابع عبر تنقلات البصر على الأجزاء. إذا من خلال هذا نستنتج أن التربية الفنية هي عبارة عن تلاقح بين مفهومين أساسيين هما الفن والتربية. لذلك يمكن أن نعرف التربية الفنية بأنها العمليات الهادفة إلى إحداث تغيير مرغوب في سلوك المتعلمين من خلال الإنتاج الفني، ممارسة الفن والإنتاج الفني، والتذوق الفني، تلقي الفن. هذا الموضوع يبدو أن الدول المتقدمة والعلماء انتبهوا إليه. فمنذ عام 1837 دخل درس التربية الفنية في المدارس الإنجليزية كمادة أساسية.
لما لدورة في إنعاش الصناعة تصاميم الأقمشة حاجة إلى فصار لابد من وجود متخصصين في مجال التصميم وانفتح يعني دخل التربية الفنية في الأقمشة وتطورت العملية بدأ ياخذ مجالات أخرى إلى أن أصبح الآن مدرس ضروري جدا في المدارس الابتدائية والثانوية وحتى الجامعة. أجرينا دراسة قبل سنوات عن أثر واقع التربية الفنية في المدارس في مدارس المعاهد بابل في التحصيل الدراسي لطلبتها في البكالوريوس. وجدنا أن المدارس التي تهتم بدرس التربية الفنية اهتمام لا يتفوق طلبتها في المواد العلمية والأدبية على طلبة المدارس التي لا تلقي اهتمام المجتمع ولسبب بسيط جدا لكن ما حد ينتبه له وهو أن دماغ البشر دماغ الإنسان يحتاج إلى فترة من الراحة من النشاط غير العلم لكي يحفظ المعلومات التي أخذها في بوبة. أما إذا لم نجعل هناك فواصل بين الدروس العلمية مثل الفن والتربية الرياضية والرياضة فمهما كان أساتذتنا ممتازين في التدريس لا يمكن أن نحقق فهم للطالب في مواد المادة الدراسية مثل اللي يعني مثال نقول بالمحرك على السيارة اكو كاسكت بين الذهن والبن فإذا ما خلينا راح يصير خبر المادة لذلك موضوعات التربية الفنية كموضوعات راح تصير على الأقل ثلاث موضوعات رئيسية وما وغيرها لا يمكن أن يعد من التربية الفنية ولا نلاحظ كثير الدراسات ليس من التربية الفنية قد تكون في المسرح خاصة وفي التشكيل خاصة وفي التصميم واحد يوم الموضوعات اللي تتخذ من اتجاه الموضوعات اللي تتخذ من النشاط الفني وتذوقه وسيلة لتنمية أو لبناء شخصية الإنسان أو إعداد التغيير الموجود والموضوعات التي تتخذ من التربية وطرق التدريس وسيلة لتنمية المهارات الفنية كذلك يعني بالعكس مرة يكون الفن وسيلة ومرة يكون غاية في التربية الفنية وهناك موضوع آخر هو موضوع علم النفس الفني الذي يشترك في الفن والتربية في هذا الملاحظ أن التعريف الإجرامي أو تعريف المصطلحات في 99% من بحوث اللي طلعنا عليها عبر 33 سنة من التدريس ليست إجرائية ولا تمت بصلة إلى صلب الموضوع وبالتالي نجد لأن التعريف غير محدد نجد أن البحوث تتضخم لأن الباحث لا يدري عن ما لا يبحث لأنه لم يتمكن من تحديد المفهوم الذي يبحث عنه التعريف عموما كتعريف ممكن ان نعرفه تعريف التعريف بانه التعريف الدال يدل على مدلول فيتخذه فيحدده بصفاته ويمنعه من التداخل مع الدوال الاخرى
ولذلك يقال التعريف الجيد هو التعريف الجامع المانع، يجمع كل صفات المعرف ويمنعه من التداخل مع المعرفات الأخرى. التعريف في البحوث أما أن يكون تعريف لغوي ويؤخذ من المعاجم، أو يكون تعريف اصطلاحي وهو ما اصطلح عليه التخصصون في المجال المحبوس، أو تعريف إجراء. وفي البحوث التربوية لا بد من التعريف الإجراء، لا بد، لأنه لا يمكن أن تسير العملية البحثية بدون هذا التعريف. هو الذي يقود الباحث إلى الإجراءات التي ستوصله إلى النتائج. في هذا المجال ذكر العلامة محمد رضا الموفق أنواع إذا أخذنا التعريف كدلالة، كدلالة يقول أن الدلالة ثلاث أنواع: عقلية وطبيعية ووضعية، وأن الوضعية نوعان: لفظية وغير لفظية، وأن اللفظية مطابقية أو تضمنية أو إلزامية. وفي هذا المجال تحديد لكل واحدة من هذه الأنواع. التعريف الإجرائي، التعريف الإجرائي هو وصف النوع، مقاس وتدقيق. المقاس عندما يتوفر لدى الباحث مقياس معين يقيس المتغير كالذكاء، مثلا نقول البحث هو عبارة عن مظاهر ذكاء في رسوم الأطفال، بما أنه أنا عندي مقياس، فأنا أسير التعريف الإجرائي بالشكل التالي: الذكاء هو الدرجة التي يحصل عليها التلميذ أو الطالب في الاختبار، في اختبار الذكاء المعد لهذا الأمر. عمليا هو هذا، أحولت إلى إجراء عملي هو أنه هو درجة سيحصل عليها الطالب، هذا يسموه التعريف الإجرائي المقاس لأنه موجود إلى مقياس. أما التعريف الإجرائي النوع الآخر يسموه التجريب، اسمع معنى شوية. التعريف التجريبي فهو وصف المعرض، وصف قابل للملاحظة والقياس. في عبارة شلون نقيس الأهداف السلوكية؟ نصفها بأفعال قابلة للملاحظة والقياس، فما يجوز أن نقول بالهدف السلوكي يفهم. ليش؟ لأن يفهم يحتاج إلى تحليل، إلى أجزاء أخرى قابلة، مثلا يفهم ممكن تحليلها إلى مترجم، ممكن تحليلها إلى يفسر، ممكن تحليلها إلى يصف بلغته الخاصة.